فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سل على متن يذكر من قبل إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعل كبير ماذا فاسألوا به كانوا يرتكون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يرتكون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حركوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم أكثرين. ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وادخلناه برحمتنا إنهم من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فمهلنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم نجحت لكم فأزكوا فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. ومن الشياطين من يغوصون لو عملوا عملا دون ذلك وكنا لهم عابدين. فإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وزوجهم رحمته من عند وذكر العابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل من الصابرين. فأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تضرني فرضا ما تقبل واردين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسألون في الفرج ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحضرت فرجا فنرك ما فيها من روحنا وجعلنا من آية للعالمين. وتقطعوا أمر بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي وإنا له كاذبون. وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم في كل حدب ينسلون. وقترب الموعد العهد فإذا هي شاكسة الأبصار الذين كفروا. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون لا يحسب جهنم أنتم لا واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطوي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرضى عبادي الصالحون. إن في هذا إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إن
إنما يوحى إلي أنما إله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إنما يوحى إلي أنما إله بل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل كافر الله وإن أدري قريب أما يدوم ما توعدون إنما أنا بشر مثلكم এখানে হলো কুল ইন্নামা ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى عين قال ربي حق الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون